عصام، احنا من اول ما بلشنا البطولة كنا بنسلم على بعض حبيبي اخوي، ومن هذا الحكي مش غلط. It's good انه يكون عندك connections ومن يعني يكون عندك علاقات مع لعيبة ثانية، بس انت هسا خصمي وانت هسا العدو تبعي. بحب احكي لعامر جهز حالك كثير، لانه انت تعلم اني اعلم اني راح افوز عليك، وزي ما بنحكي احنا دائما جيب العز ولك حز. من الركن الأحمر على وزن 92 كيلوغرام، العمر 23، الطول متر 81، أسلوب اللعب تايكوان جوتسو، فريق بيرز، عصام أظلحاض. من الركن الأزرق على وزن 92 كيلوغرام، العمر 18 سنة، الطول متر 74، أسلوب اللعب فنون قتالية مختلطة، يمثل فريق توب تشامبيونز، عامر السلاوي. إذن كان هاي إعلان البداية الرسمي. 18 سنة و23 سنة، طول متقارب تقريبا 92 كيلوغرام، وأكيد فنون قتالية مختلطة راح نستمتع فيها إحنا وإنتوا مشاهدينا. بتخيل راح تكون واحدة من المباريات المهمة والقوية جدا، وراح يكون فيها بتخيل إنه في نوك أوت بهاي المباراة. يعني لازم يكون في ضربة قاضية. أوه معقول، بلشنا عامر السلاوي، عامر ذا تانك زي هو على فكرة لطشه. أوه يمينية حلوة من أظلحاض. شوف عامر ركب ثلاث ضربات كلهم ركبوا أظلحاض، وأظلحاض رد له ضربة يمينية عم بحكي له دير بالك، وبع فكرة لازم يدير باله ما يستهين السلاوي. طبعا أكيد في فرق كتير كبير بين في البنية بين عامر السلاوي وأكيد عصام أظلحاض. بنوجه لهم تحية كتير كبيرة لكل حدا عم بتابع هذا النزال بين عامر وعصام. النزال يعني كل حدا عم بيستناه حاليا، وكل حدا عم بيشوف حال. أوبا مدرب أظلحاض كابتن يمينية تانية على فكرة مجنونة ضرباته هاي. بس هلا أشوف كل ما عم بضرب يمينية عم بينزل إيده الشمال عصام أظلحاض، فممكن يفتح ليمين عامر السلاوي بده يدير باله، يعني يضرب اليمينيه ضل مغطي وجهه. صاعد ركمه صاعده ابر كات صعبه جدا اكيد من عامر السلاوي وعصام أظلحاض. حاليا عم نشوف مباراه من العيار الثقيل على وزن 92 كيلوغرام. عامر السلاوي عصام أظلحاض صدها اجت على ايده، بس لازم السلاوي يطول باله يهدي، عم بفوت بهوجيه شوي، يعني لازم يهدي حاله. ركلة يمينية لازم يهدي حاله، لازم يدور عليهم الدوارة ويخلق الفرص. ومدربه لأظلحاض عم بيقول له اشتغل زوايا، ما بصير وقفوا مع بعض هيك فيس تو فيس، لازم التنين يشتغلوا بزوايا عشان يحموا حاله من الضربة. يعني عامر تقريبا طلع عينه شمال لعامر كأنها عم بتسكر شوي، انضرب عليها. أوه يمينية حلوة من عامر. في طبعا حركات بيناتهم عم بتكون تقريبا عم بيستهزئوا ببعض عامر وعصام، وهي هي حلاوة الفنون القتالية المختلطة فيها تقريبا. بس عصام عم بدافع مزبوط، حلو هاي حركة انزال من السلاوي. عصام على فكرة ملاكمته كتير حلوة، أظلحاض دافع عن الضربات بطريقة ممتازة، مغطي وجهه وزي ما بيحكوا رولينج وذ بانشز، عم بتحرك يمين شمال أكيد. بس على فكرة عصام لازم يطلع إيده اليمين، لأنه عامر السلاوي بيقدر يستفيد من هاي المسكة. شوف كيف حابس إيده لأظلحاض، ممكن يقلبه لجهة عامر الشمال. يعني ضايل 30 ثانية تقريبا لنهاية الجولة الأولى من هذا النزال بين عامر وعصام أظلحاض. القتال لحد هاي اللحظة مشاهدين عم بيكون على الواقف، عامر السلاوي الدبابة وعصام أظلحاض البربري. ضايل 10 ثواني عمر. عامر ذا تانك، شوف عامر ما بنكر أنا بصراحة كتير بحبه كمقاتل، ستايله حلو وما بخاف. هاي الرمية، بس لازم أحط رجله قدام. إذن انتهت الجولة الأولى مشاهدينا من هذا النزال بين عامر وعصام. صراحة نزال على الواقف مسلي جدا لحد هاي اللحظة، ولكن راح نستنى أكيد الجولة الثانية لتبلش من هذا النزال الرائع بين عصام وعامر. خلينا ننتقل إلى داخل الحلبة لنشوف الكباتن إيش راح يحكوا للعيبة. Thank you.
عمر حاليا نحن رجعنا للجولة الثانية من هذا النزال على وزن 92 كيلوغرام. عامر وعصام ذبربيريان حاليا عم بيعطينا جيم رائعة صراحة. عصام بستايله الجديد كمان عم بيثبت نوع من أنواع القتال المختلف. خلينا نحكي عصام عنده أوفر هاند يمينية مخيفة هي اللي نزل فيها الدعجة. لازم يغطي وجهه السلاوي. عامر السلاوي فعلا دبابة وكيف شفت كيف صد الضربة ما بصير يصدها هيك لازم يخبي لأنه عم بيفتح وجهه. عم بيقول له عم بيقول لك مات فظيعة من عامر السلاوي لعصام أزا الحاض. عصام طبعا زي ما بتتذكروا الضرب القاضي اللي عملها مع محمود لدعجة الكابتن محمود لدعجة. وفي ناس كتير حبت هاي الضربة وفي ناس كتير مستنية إنه حدا ياخد بطار محمود. خلينا نحكي يعني شوف ضربات أزا الحاض عم تطلع من الخسر نفس غلطته مع لدعجة مع إنه فاز بس مقروءة يعني زي ما بتقول تيليغرافت يعني عم بيطلع اليمين من خصره عم بيحكي له على في شيء. اوكي اذا اكيد مشاهدينا حاليا هذا النزال صراحه يعني متكافئ لحد هاي اللحظه. عامر السلاوي عم يعمل جيم رائع جدا وعصام كمان عم يعطي جيم ولا اروع. والمدربين حوالين الحلبة لو تسمعوا اصواتهم مشاهدينا مش لكمه يمينيه قويه جدا من عصام لعامر السلاوي. والله يعني الجيم فيها هدوء نوعا ما. الوزن 92 كيلوغرام دائما فيه مفاجآت كثير كبيرة فممكن نتفاجأ مشاهدينا بمفاجأة بنص المباراة. حاليا ضايل دقيقة ونص لنهاية الجولة الثانية وهون في انزال من عامر السلاوي لعصام أزا الحاض. نزل على الأرض وعامر السلاوي عم بحاول انه يكون له عم بحاول يكون اون توب. لازم يطلع عامر السلاوي هلا لازم يطلع رجليه وخصره من بين رجلين أزا الحاض ويعبر لجنب. احنا ولا مره شفنا عصام أزا الحاض على الارض ما شفناه بنزال ارضي ولكن دائما شفناه بالنزال على الواقف وهذا الاشي صراحه اول مره عم نشوفه. حاليا عامر السلاوي عم بيكون حاليا هو المتحكم وعم بوجه يساريات لخصر عصام أزا الحاض وهذا الاشي اكيد بضعف من ادائه لعصام أزا الحاض. يعني شوف هيا بس شوف ضربات عامر عم بتكون قصيرة ما عم بتعمل ضرر عرفت. سلاوي عم هيك بضرب شورت رينج يعني بتخيل اللعب حاليا صار لتجميع النقاط أكثر مما هو عم بدوروا على ضربة قاضية. يعني شوي محيرة كانت إنه الضربات كانت شوي متشابهة كعدد الضربات المؤثرة سوفر الوقت الحالي ممكن لسه يعني زي ما تحكي انقسام الحكام يعني 10 ثواني ضايل عمر لنهايه الجوله. واكيد بهذا النزال الجوله الثانيه حاليا نحن عم نلعب على الوزن 92 كيلوغرام بالدور النصف النهائي وهلا انتهت الجوله الثانيه من هذا النزال. بتخيل عامر السلاوي ما كان متخيل هذا الاداء من عصام أزا الحاض. عصام أزا الحاض عم بفرجينا اداء وستايل جديد في اللعب ذا بربيريان. خلينا ننتقل الى داخل الحلبة ونسمع المدربين ايش راح يحكوا للمقاتلين. قاتلين الحكام ما تخلي قرارك للحكام حكام لا يصير نحكي ايدك جمال بشكل عام ايدك جمال كتاب هو ما تعرف اذا اسمع اذا حكيت لك سينا ولتك اوكي اذا شو مين لكنا ويزا غاد اليمين هوك اليمين ما سمعت انا شو اسمه بس احكي لك سيناوي بس احكي لك سيناوي لا نخليك تنزل لان انا بكون شايف الجوله قريب بكون شايف الجوله قريب اشتغل لك هوك اليمين بعد ما يكون زينا نعمل هوك اليمين حسب ما بدك تغطي فيها وجهك ايدك الجمال ما قاعد يلعب نفس تعبان ترى هون عم نشوف الاعاده عمر عم نشوف عامر السلاوي كيف عم بيعمل اداء رائع جدا. انا مستغرب جدا كيف عصام قادر يستحمل كل هاي اللكمات وقدر يكمل لحد هاي اللحظه صراحه. عامر السلاوي قوه بدنيه كثير كبيره وايضا عصام أزا الحاض عم بفاجئنا بقوه تحمل كثير كبيره. حاليا مشاهدينا راح ننتقل للجوله الثالثه والاخيره من هذا النزال على وزن 92 كيلوغرام بالدور النصف نهائي المؤهل للمباريات النهائيه عصام وعامر السلاوي. يعني شوف اليوم بصراحة أنا كنت مفكر كان عندي انطباع أنه عصام أزا الحاض ضربة حظ مع دعجة بس اليوم أثبتنا أنه مش ضربة حظ وهاي الأوفر هاند اليمينية اللي عنده مميزة وقوية.
وبلشت حاليا الجولة الثالثة مشاهدين. عامر السلاوي وعاصم مازل حاظ وعم بحاول بس عم بدخل السلاوي عم بيعمل غلطة تدعجة عم بفوت فيه مستقيم وفاتح هذا لاعب ما بتفوت فيه مستقيم ابدا عم بحاول يكون في عملية انزال حاليا ولكن طلع منها عصام الخصم تقريبا اللي كل حدا عم بيستنى يكون قدامه خصم يعني ستايله غريب ذا بربيريان زي ما حكينا حلوة يسارية من السلاوي ركبت بس كمان السلاوي عم بيفتح وجهه كثير لليمينية كثير فاتح وجهه عامر عمر انت المرة الماضية لما حكيت هيك صار اللي صار يعني شوف زلحات ضربته مقروءة والسلاوي فاتح وجهه لازم يشتغلوا بزوايا ما بصير فوتوا ببعض خط مستقيم هيها الدبابة حاليا عم بيحاول يكون في عملية انزال لعصام الزلحاظ عامر السلاوي صراحة عم بيتغلب مع عصام ها تنساش فرق الحجم يعني الوزن 92 هو مش وزن عامر السلاوي المعتاد يشتغل عليه وبرفع وزن نقدر يلعب بهاي الفئة بس هذا وزن الزلحاظ ففي فرق حجم واضح لصالح عصام وهذا الحكي راح يغلب السلاوي كتير أكيد طبعا بس كمان عامر السلاوي مش بالخصم السهل أبدا زي ما عم نشوف بنية كتير كبيرة وأيضا قوة تحمل كتير كبيرة ولساته شاب صغير زي ما حكيت عمر ويعني في عنده مستقبل رائع جدا وهون عم نشوف نحن كيف عم يحفر هذا المستقبل لا برياضة الفنون القتالية المختلطة مع عصام الزلحاظ حاليا يعني شوف هنا حتى عصام ما عم لازم يضغطوا على الشبك وينزل على رجليه هيو طلعوا تعبوا بس تعبوا اثنين ايديهم تقيلة وزنهم تقيل مباراة هيفي ويت يعني دائما هذا هو يسارية قوية جدا من عامر السلاوي محاولة التركيب فاتح وجهه هلا عصام فاتح وجهه بتخيل كمان عصام فيه تعب كثير كبير الاثنين صراحة تعبوا ولكن دائما هذا الوزن محاولة سبينينج فيست التفافية هذا الوزن دائما مشاهدينا طبعا بتعبوا اللعيبة فيه بسرعة نظرا للحجم بين اللعيبة كمان على وزن 92 كيلوغرام طبعا القتال بلش ياخذ منحنى أبطأ شوي ولكن عم بيحاولوا يستغلوا كل الفرص عصام وعامر عم بيعملوا جيم رائع جدا بتوقع رح تنتهي بأنه نروح لقرار حكام يعني أنا هلأ هدول هاي الجولة أنا شوي سجلتها للسلاوي يعني 10 ثواني ضايل لنهاية المباراة وحاليا عم نشوف عامر السلاوي وعصام الزلحاظ بآخر 10 ثواني راح يروحوا بتخيل إلى قرار الحكام ولكن ممكن نتفاجأ ولكن انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من هذا النزال على وزن 92 كيلوغرام دائما الروح الرياضية بين اللعيبة هي الأروع أكيد بهاي البطولة بطولة الـ AFL بطولة الفنون القتالية المختلطة وأكيد حاليا خلينا نروح لقرار الحكام لا نشوف إيش قرارهم راح يكون بالنهاية هذا عامر السلاوي أكيد واحد من اللعيبة اللي أكيد عم بيكون اسمهم بلمع بهاي البطولة وأثبت وجوده كبطل صراحة لحد هاي اللحظة بالقتال هون شفنا شمال يمين حلو كتير من السلاوي هاي ركلة يمينية بس بعد عنها السلاوي برضو شوف هنا هاي اليمينية اللي بتميز فيها الزلحاظ في آية هنا نوع من بديش أحكي استهزاء بس شوي هاي آخرها هنا تعبوا الضربات بطلت إلها تأثير كبير أكيد طبعا عمر حاليا رح ننتقل إلى داخل الحلبة لنشوف قرار الحكام اللي بتخيل ما رح يكون سهل بالمرة صراحة فبتخيل رح ياخد وقت شوي ليقدروا يقرروا مين الفائز بهذا النزال على وزن 92 كيلوغرام الفائز بهذا النزال رح يتوجه إلى النهائي أكيد لا يلعب على الوزن 92 كيلو فخلينا حاليا ننتقل إلى داخل الحلبة مع ريبيكا عودة لإعلان الفائز الرسمي بهذا النزال بعد 3 جولات من الإثارة الفائز بقرار الحكام بالإجماع بنتيجة 30-28 من الركن الأزرق عامر السلاوي إذن مشاهدينا عامر السلاوي بيتوجه إلى المباراة النهائية على وزن 92 كيلوغرام عامر السلاوي البطل أكيد اللي أثبت وجوده في هاي البطولة صراحة لاعب يحترم جدا وأكيد من وجه تحية كمان وهارد لك لعصام الزلحاظ 92 كيلوغرام راح يكون هو المتصدر خلينا نحكي الأول
الأول اللي راح يطلع على المباراة النهائية على هذا الوزن. خلينا ننتقل حاليا إلى عمر لإجراء هذا المقابلة مع الفائز بوزنه لحد هلا بالدوري الدورة النصف نهائي عامر السلاوي. إليك عمر. عامر السلاوي ألف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. كثير الحمد لله. فوز مستحق الحمد لله. مع خصم مش سهل الحمد لله. خصم أنت وياه عندكم نفس الستايل باللعب، أنتوا التنين ضرباتكم ثقيلة وبتدوروا على الضرب القاضية صح. يمينية القوية تبعتك وعنده يمينية قوية. اللي صار اليوم أداء حلو كمان من عصام، هل كنت متوقع هذا الأداء ومشيت الخطة تبعتك زي ما بدك ولا كان في مفاجآت من عصام؟ أكيد عصام لعب كويس، زي ما أنا بتمرن صبح وليل هو بتمرن صبح وليل، فإحنا الاثنين يعني بحب أوجه تحية لعصام ما شاء الله عليه، لاعب قوي بيشتغل على حاله، وأنا كل الاحترام لعصام. أنا بداية البطولة وأنا جدا جدا بحترم هذا الزلمة لأنه بيشتغل على حاله. وبخصوص الخطة تبعتي، ما في خطة بتمشي زي ما بدك 100%، هيك الحياة تكون تفكر بإشي بصير إشي ثاني، بس الحمد لله إحنا عنا مو مهم البروسيس كيف، أهم شيء النتيجة، والنتيجة طلعنا بالفوز، وإن شاء الله هذا الفوز والمرة الجاية كمان راح نفوز وأخذ اللقب الـAFL إن شاء الله. هلأ المباراة الجاي حازم كيالي مع أحمد الزعبي، مين بتتوقع ممكن يفوز ومع مين بتشوف حالك على النهائي؟ أنا بدي حازم على النهائي، أنا مش مين بشوف حالي، أنا بدي حازم وبتمنى حازم اليوم يفوز عشان المباراة الجاي أنا اللي ألاقيه. إحنا لعبنا مع بعض، لعبنا مع بعض ما مرة، هو كان لازم يخلص علي هذيك المباراة وما خلص علي، وهلا انا رجعت له وان شاء الله باذن الله ان انا راح افوزه ان شاء الله. كنا متحمسين نشوف المباراه النهائيه ونشوف اداء حلو زي اداء اليوم، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. بدي احكي كلمه، بحب اشكر مدربين اللي بيشتغلوا معي، احنا توب شامبيونز فريق كبير، كابتن غالب، كابتن عمر، كابتن راتب سروان، كابتن صدام، بشكرهم كثير. بحب اشكر مدربي محمد مرعي من ماجما جيم، كثير اشتغلنا على السترينث اند كونديشنينج والحمد لله انا شايف حالي كثير فرق، وانا اللي ان شاء الله ان شاء الله قريب راح الحق اخوي فريح. فريح بحب اقول له الف مبروك لانه فاز، وان شاء الله انا راح ارجع الحقه في الاحتراف، ونحن متاكدين ان شاء الله الحزام حطه هون انا بكل التوفيق. وبحب اشكر كمان اخر واحد دكتور محمد صالح، هو من بدايه الموسم من 6 اشهر وهو شغال على التغذيه تبعيتي from A to Z، هو بيحكي لي شو تاكل شو ما اكل، يعني الحمد لله الحمد لله. انا بحمد ربي انه احنا عندنا كثير ناس واقفين معي، بحب اشكر جمهوري كله بكتب لي، فالف الحمد لله وانا شاكر لكم. شكرا دائما وابدا، يعطيك العافيه. شكرا. اما بالنسبه لعصام الزلحاض، فهل كان متوقع هاي النتيجه؟ الحمد لله نزان كان كويس، عملت اللي بعرفه وما حلفني الحظ، بتمنى له حظ جيد ان شاء الله وتوفيق للكل. مهم انه الاكسبيرينس اللي اخذناها من هذا من هاي البطوله بشكل عام، والحمد لله على كل شيء.